مدافع ويدخل في مكانه برنس دوبي. آخر تغيير في التشكيلة الزيمبابوية. دخلنا العشر دقائق الأخيرة الآن. الركنية خطيرة. أولا لا جول. أولا لا جول. هدف التعديل لصالح المنتخب زيمبابوي في الدقيقة 82 من عمر المباراة. في القائم الثاني يكون هذا اللي خرجنا في القائم الثاني يسجل علينا هكذا هدف من أمام رايس وهاب مبولحي. هدفا لمثله ما صارت النتيجة الآن. دخل الآن هذا برنس دوبي. كرة في القائمة الثاني. يا رئيس يا رئيس. رأسية الأولى ثم دوبي في القائمة الثاني. دخل معها رئيس وهاب مبولحي وجاء هدف التعديل. هدفا لمثلهما. طبعا تم تعادل مع الجزائر يا رجل. تعادل مع أبطال إفريقيا وواحد من أفضل المنتخبات اليوم على الصعيد العالمي. هدفا لمثلهما حتى ولو في هراري. كرة بعيدة عن طريق رامي بن سبعيني راحت مباشرة في التماس. تحب لعب المباراة في الشوط الثاني شيء طبيعي. الزيمبابويون خرجوا من منطقتهم وضغطوا علينا. أي نعم لم يصلوا كثيرا لمرمى رايس. لو تعودوا شريط المباراة تيحت لهم فرصتان إلى ثلاثة سجلوا منها واحدة إذا حسبنا هذه التي سجلوا منها هدف التعديل إذا حسبناها فرصة. لحظات الدقائق الأخيرة الآن. سبع دقائق قاطعة نهاية المباراة. كرة بالرأس وتروح تمس آخر لرامي بن سبعيني والمنتخب الجزائري. يلا سبع دقائق هذه تكون لينا من المفروض. رامي لبغداد بنجاح. التغطية الدفاعية تسترجع في الوسط من عدنان قديورة لياسين إبراهيمي ناحية بغداد. خليتها ورحت يا بغداد. خليتها ورحت يا بغداد. ارجع يا آدم. آدم والناس يسترجع هذه الكرة. آدم ينطلق. آدم والناس راح. آدم يدخل. آدم وزال. آدم يلعبها الجهة اليمنى. كرة خطيرة والدفاع يخرج هذه الكرة. موسوني بعيدة 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 وانطلق صعبة من هنالك. حذاري حليمية حذاري حليمية حذاري حليمية حذاري حليمية. خليته يدخل. رايح حليمية هنا من أمام بليات يخرجها ويرسلها بعيدة. تروح لدفاع المنتخب الزيمبابوي عن طريق دي بي. موسونا أو ناكامبا. لونغا آدم والناس معه. رجعت للونغا. تغطية دفاعية من هنالك. ما زال الصراع هاريس بالقبلة ويضغط من هنالك مهدي عبيد ويخرجها في التماس. دعمنا وسط الميدان لهاريس بالقبلة ومهدي عبيد رفقة عدلان قديورة اللي مازال موجود. كرة بعيدة من عند شومبا. عيسى مندي يتفوق. راحت بالرأس من هنالك من هاريس بالقبلة يستفيد من خطأ لصال عدلان. توصل بغداد بنجاح. بغداد 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 يرجع لياسين. ياسين وبغداد. ياسين ياسين الكرة تضرب في الدفاع وتروح ركنية للمنتخب الجزائري في الخمس دقائق المتبقية من عمر المباراة. هدفان لمثلهما. جزائريون أي منتخب احنا من المفروض يزيد يكمل يدافع ويقبل يحافظ على النتيجة. جزائريون وكأنه تمسوا بتعديلهم للنتيجة. عندهم القدرات أنهم يضيفوا هدف ثالث. عيسى مندي ويصعد كذلك جمال بالعمري وياسين إبراهيمي في تنفيذ هذه الركنية في الأربع دقائق الأخيرة من عمري هذا الشوط الثاني والمباراة. عيسى وبغداد وجمال ياسين إبراهيمي كرة داخلة رميها في القائمة الثانية شوية مش في القائمة الأول لأنه مغطينه كما ينبغي. ياسين إبراهيمي يرفع كرة خطيرة والدفاع خرجها. ترجع لأدم والناس. خلاها لعدلان قديورة. عدلان في المراوغة. عدلان أرضية زاحفة مرت سلامات جانبية لصالح شومبا. 86 دقيقة لعب.
شومبا يلعب مع دي بي، يضغط من هنالك بغداد بنجاح، ترسل كرة بعيدة للأمام بالقبلة بالرأس، وصلت من هنالك لأدم والناس، أدم والناس عرضية على الجهة اليمنى لبغداد بنجاح، ما هوش متسلل، بغداد بنجاح لم يتمكن من أمام دي بي، اختفى بغداد، وفي خطأ، لا 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 لا، خلاص خلاص يعطيك البطاقة. شفت شفت يا بغداد، يعني مجانين بطاقة، هذه كنت تحتاجها لو يهرب لنا لاعب تعرق له يعطيك بطاقة عادي، أما هكذا تنال بطاقة بهكذا الشكل، لا خطأ خطأ. حتى ولو ما فيش خطأ، حكم ما يقبل، لا يقبل احتجاج مثل هذا، ممكن بإشارة بسيطة ولكن ليس بهكذا الشكل. يلا ثلاث دقائق قط على نهاية المباراة، كرة لشومبا يرسلها بعيدا الأمام، الرأس عدلان يتفوق وترجع لرامي بن سبعيني، يرسلها بعيدة تماما لبغداد بنجاح، معزول لونجا يرجعها مثل ما جاءت، عيسى مندي، عيسى مندي، عيسى غطيها يا عيسى، عيسى عيسى يتفوق عليه من هنالك كادويري، حكم يقول خطأ لعيسى مندي. تعملت فينا حالة اليوم يا كادويري مع جمال بن عمري ومع عيسى مندي. هنا صفر عليك الخطأ، في تقدير الحكم كان في اعتراض على عيسى مندي، كان رايح للكرة وانت اعترض الطريق. دقيقتان على نهاية الوقت الرسمي، مدرب الكرواتي حاب يدخل يلعب ويسجل الثالث. بغداد بنجاح بالرأس، توصل ياسين إبراهيمي يتمكن منها مع ياسين، يراقبها ثلاث لاعبين أمامه، يرجع في الوسط لمهدي عبيد، ترجع له من عند الأدم والناس، مهدي عبيد يلعبها لعدلان قديورة، عدلان يغير تماما على الجهة اليسرى، حافظوا عليها شوية عدلان، تغطية دفاعية من قبل المدافع زينجا، يلحق عليها رامي، بروعة رامي بن سبعيني يتفوق في هذه الكرة، أرمي عليك يا رامي، يلعبها في الوسط لعدلان قديورة، عدلان مع عيسى مندي. طبعا أرضية الميدان بسيكولوجيا لما تشوفها هكذا تعتقد بأنها بالنسبة للاعبين، لما لا لما لا يشاهدون الأرضية خضراء فنفسيا يعتبروا بأنها سيئة، أو لو أنها لم تكن سيئة يعني الكرة فيها تمشي لكنها ناشفة. زينجا في تنفيذ التماس لمنتخب زيمبابوي، بعيدة منه، كأنهم اكتفوا بتعديل النتيجة أو تعب لأنه تعبناهم. رجعت لتزينجا، يرفع حمرة ثانية بعيدة للأمام، يلا يا جمال وعيسى وعدلان، يرجع عدلان يقاوم، يلعبها مع حليمية، يرسلها بعيدة للأمام، وينك يا آدم وينك يا بغداد، تروح للونجا، لونجا كاد يتفوق عليه من هنالك آدم والناس. رجعت لآدي بي، آدي بي والكرة البعيدة مرة ثانية، يتفوق عيسى على مرتين من كارورو، والحكم هنا يقول وضع التسلل لصالح عيسى مندي. 90 دقيقة لعبنا لحد الآن مشاهدي الأفاضل، هدفا لمثلهما، النقطة التي تؤهل رسميا الجزائر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكامرون للدفاع عن لقب الذي ناله في العاصمة المصرية القاهرة السنة الماضية. كرة بعيدة مرة ثانية، دوس ترجع من عدلان قديولة، يوصل لرامي بن سبعيني، رميها وريح يا رامي، يرميها رامي بعيدة ناحية بغداد، رائع الكرة هذه من رامي بن سبعيني لبغداد. الوقت الرسمي انتهى الآن، ثلاث دقائق سيد الحكم، نعم ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع. ياسين إبراهيمي في المراوغة، ياسين مازال، ياسين خليها عندك ياسين، خليها عندك ياسين، تغطية دفاعية من هنالك هاريس بالقبلة، توصل لأدم والناس لبغداد، غطي كورتو بغداد ضيعتها، يلحق عليها من هنالك مهدي عبيد، روعة مهدي عبيد، مازال مهدي عبيد يلعب، مازال حاول يمر والكرة، الحكم يقول خرجت، حكم يقول خرجت تماس، نعم ما خرجتش يا مهدي، لكن بالنسبة للحكم المساعد خرجت، يعني أنها خرجت خلاص، خرجت حتى ولو لم تخرج. الحكم السوداني كان رائع اليوم، محمود شنتير، على الاحتجاج يا رامي، يا رامي، يا رامي، يا رامي.
الدقيقة الصفراء لرامي بن سبعيني، الاحتجاج على حكم المباراة رغم أنها لم تخرج، ولكن عندما يقول الحكم خرجت معناها خرجت. دقيقتان على من الوقت بدل الضائع على نهاية المباراة، هدفان لمثلهما بين زيمبابوي والجزائر. طبعا المنتخب اللي يقدر يرجع على المنتخب الجزائري يكون خاسر معه 2-0 ويرجع 2-2 معناها أنه منتخب محترم، خلينا نقول. وبعدين على ميدانه تمكن يرجع شابو يعني. بطاقة مستحقة يا رامي، مستحقة البطاقة. الحكم المساعد أشار للرئيس. كرة بالرأس من عدلان قديورة مرة ثانية في التماس لصالح المنتخب الزيمبابوي. يلا خلصونا، بقى دقيقة أصمدوا دقيقة واحدة وننهي المباراة بالتعادل وبالتأهل رسميا قبل جولتين على نهاية التصفيات. سنواجه زامبيا هنالك في زامبيا ونستضيف بوتسوانا. تغطية دفاعية من رامي بن سبعيني يخلي الكرة تروح مباشرة ضربة مرمى. المنتخب الجزائري يصل إلى 22 مباراة من دون خسارة، من دون خسارة إذا بقت النتيجة على حالها. طبعا حسب المعلومات صعبة أن توجدها على الصعيد القاري، عالميا أوروبيا موجودة، لكن على الصعيد القاري أعتقد بأنه كوت ديفوار هو اللي حامل الرقم 26 مباراة متتالية من دون خسارة. مصر عندها 24 مباراة في منافسات كأس أمم إفريقيا وليس في كل المسابقات يعني، بينما كوت ديفوار في كل المباريات. ياسين إبراهيم يستلمها على الجهة اليسرى، يجد آدم والناس يلحق على الكرة. آدم وياسين، يراوغ آدم، يدخل آدم، يواصل آدم، رائع الكرة من آدم. ثواني ويصفر حكم المباراة نهاية هذه المعركة التي ميزها تسجيل هدفين من روائع كرة القدم، واحدة بالرأس من أندي دولور والرائعة الثانية من قبل المجرم رياض محرز المبدع والساحر والفنان والرائع والمتميز. على كل حال كل الكلمات لا تكفي لوصف رائعة من روائعه ومن روائعه وأناقته ومهاراته التي سمحت له بتسجيل هدف ولا أروع. هدفا لمثلهما نهاية المباراة. الحكم السوداني محمود شنجيل يصفر الآن 22 مباراة من دون خسارة للخضر. برافو على صمودكم في هكذا معركة على هكذا أرضية أمام منتخب فعلا كان شرسا وقويا. ألقاكم بخير مشاهدي الأفاضل على انتصارات أخرى للكرة الجزائرية. سلام. زميلي أحمد سيكون لديك الخط بعد الفاصل، تفضل. مشكورا. دور الأمم الأوروبية.